نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي اليوم المفتوح للتوظيف بمشاركة 45 شركة وتوفير 375 شاغر للمواطنين. شاركنا في كل أيام اليوم المفتوح في كافة الإمارات في الدولة، وسعيا منا بالمشاركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعندنا طرح الفكرة مع صاحب الشركة، تبنينا الفكرة هاي وبدينا في تعيين المواطنين، ولله الحمد الحين وصلنا تقريبا إلى 46 مواطن، وهدفنا نوصل إلى 100 مواطن إن شاء الله خلال الأيام المفتوحة هاي. مبادرة حلوة وإقبال طيب من الشباب في يعني في التواصل معهم مع الشركات والحضور إلى في الأيام المفتوحة هاي، هذا الدافع كبير طال عمرك إنهم قديرين بالمبادرة هاي وحابين يتعينون ويتواصلون مع الشركات هاي. هاي فرصة أنا أتمنى إن من الكل ما يتأخر فيها، لأن هاي مبادرة زينة وفيها فرص طال عمرك من قبل وزارة الموارد البشرية للقطاع الخاص للشركات، يعني بتكون لهم كذا إيجابيات وكذا تواصل مع الوزارة، بيكون صح في القبل كان موجود، لكن الدافع هذا في التعيين المواطنين في الشواغر هاي طال عمرك بيكون لهم دافع أقوى إن شاء الله في الفترة هاي. اليوم المفتوح أنا لاحظت أنه أهم عن المعارض التوظيفية، لأن فيها دقة أكثر، وضوح أكثر، سرعة أعلى، ونتائج أفضل. هي فرصة جدا مهمة، وأتمنى أنها تكون مستمرة دائما. منها فائدة بحيث أنه نحن تقابل في نفس الوقت وتدخل على الشركات وتختار مثلاً وظيفة أو شيء، ويوصل لك بالضبط شو طبيعة عمل الوظيفة، شو الراتب، وتدخل تقابل في نفس الوقت، واللي تقابله يكون هو المسؤول عن المسؤول ممكن يكون مسؤولك المباشر، فتقدر حتى تتفاوض معه، تتكلم معه إنه مثلاً أنا عندي جامعة، أنا عندي كذا، كيف تحصل الخلاصة في نفس الوقت. فأنا بالنسبة لي هذه وايد أفضل عن معارض التوظيف. أنا أشكر الوزارة، أشكر حكومتنا على توفير مثل هذه الفرص الجميلة، الفرص اللي فعلا تفرح. توفير البيئة المناسبة للعمل للمواطنين لإتاحة الفرصة للإبداعات وإظهار الذات من خلال توفير فرص العمل في اليوم المفتوح للتوظيف التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين من أبوظبي.